تكون هالشاشة بالأخير بعد 40 45 سنة. فإحنا نخاف على يوم هذا أن لا سمح الله يكون أو تكون يتعرضوا للخصم. بدون دهون بدون سكريات بقدر الامكان انه يوميا اتعرض لاشعه الشمس فترة ربع ساعه عشان والله هاي اشعه الشمس حلوه جدا مالت الصبح مو الحاره وتحلو العمر والعافيه لك. انا جدا ممنونه.